وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب همزة الوصل، وهو أي الهمز، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه، وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. بيّن في هذين البيتين همزة الوصل، ألف الوصل، همزة الوصل في أي شيء يكون؟ قال وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة. عندنا الفعل إما أن يكون ثلاثيا، وإما أن يكون رباعيا، وإما أن يكون خماسيا، وإما أن يكون سداسيا. فقوله احتوى على أكثر من أربعة يعني اشتمل على أكثر من أربعة أحرف، على أكثر من أربعة أحرف أي يكون خماسيا أو سداسيا. خماسيا مثل انتصر وانتقم وانجلى، طيب، وسداسيا نحو استخرج واستغفر ونحو ذلك. فهذه همزتها همزة وصل. طيب والأمر، طيب وهو أيضا للأمر، للأمر مثل استغفر وانتقم مثلا، وانتصر، انتصر، هذه همزة وصل، وانتصر، طيب، واستغفر. فالأمر أيضا من مما كان محتويا على أكثر من أربعة. والمصدر منه أيضا كذلك، المصدر من هذا تقول استغفر استغفارا وانتصر انتصارا. وكذا أمر الثلاثي أيضا، ما كان ثلاثيا وكان فعل أمر مثل ادخل اجلس مثلا اقرأ ونحو ذلك، هذه كلها الهمزة فيها همزة وصل. لكن هناك أيضا قاعدة في متى نضم همزة الوصل ومتى نكسر همزة الوصل. نضمها إذا كان الثالث مضموما ضمة أصلية، ونكسرها إذا كان مفتوحا أو كان مكسورا. مثال ذلك مثلا اجلس الثالث مكسور، لكن ادخلوها أو اقرأ الثالث في اقرأ مفتوح وادخلوها الثالث مضموم، نضم حينئذ. طيب لكن إذا كان ذلك الكسر عارضا، عارضا، إذا كان ذلك الضم عارضا، قد يكون الفعل أحيانا الضم أحيانا يكون عارضا، فهذا لا نعود فيه إلى الأصل. مثلا امشوا أصلها امشيوا، الضمة هنا عارضة، وكذلك تو ونحو ذلك. ولهذا الفعل مشى يمشي، ومضى يمضي، امضوا. وحينما يعرض فاكسر يا أخيف ابن مع أتوني مع امشوا اقضوا إلي، امشوا اقضوا أصلها اقضيوا، كذلك ابن أصلها ابنيوا بنا يبني. فالثالث مكسور في الأصل، فنحن نرد الأشياء إلى أصلها، ونقول إذا كانت الضمة ضمة أصلية، أما إذا كانت عارضة فإننا نعود إلى الأصل ونكسر همزة الوصل. وكذا أمر الثلاثي كخشى يخشى وامضي امضي وانفذا انفذا، نقول انفذ وانفذا يا فلان. هذه الألف تحتمل أن تكون للتثنية، وتحتمل أن تكون نون التوكيد الخفيفة وقلبت ألفا. وإلى اللقاء إن شاء الله.